حصريا على فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال الإمام أحمد متمثلا بقول الأول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. لكن الذي يوفقه الله تعالى أيها الإخوة والأخوات للطاعة هو الرابح. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. فما قولي له لما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب.